وأنه ستهب عاصفة. يا أمي، لن أحاول الاحتماء في هذا القصر يا بال. إلى أين أنتم ذاهبون في هذا المطر؟ نحاول الاحتماء في هذا القصر. هذا القصر؟ تستطيعون الاحتماء في أي مكان آخر، الأفضل أن تبقوا بعيدا. لماذا؟ يقال إن هناك شبحا يسكنه. شبح؟ نعم، بعض شبان القرية واجهوا تجارب مخيفة فيه، وجميعهم يتحشونه منذ ذلك الوقت. صحيح. نحن لا نخاف الشبح وسنحتمي في القصر. لكنك مجرد ولد. لا تخاف، سنكون بخير. إلى اللقاء. يا له من ولد شجاع. إنه ثقيل جدا، لا أستطيع فتحه بسهولة. أخيرا. لقد أقفله الريح. لنحافظ على هدوءنا. تعال. بل ما الأمر؟ هل هناك شيء؟ انتظرني يا بل. لا يوجد أحد، أنت تتخيل فقط. سأنظر إلى داخل الغرفة. أنظر يا بال. سرير مذهل. شبع. ماذا؟ صورة. صحيح بل، هذه صورة. يبدو أن هذا السرير كان ينتظرني. على كل حال، الشبح هو في فكرك. هذا القصر نظيف جدا، لدرجة أننا نستطيع القول إن أحدهم كان يسكنه حتى البارحة، لكننا سنترك الضوء شاعلا. طابت ليلتك. Thank you.
شباح شباح. لا أستطيع تركب لوحدي. أريد بال. لا تهرب، لقد اختفى. ها هو. لقد اختفى. هل أنت جيدا يا حضرة الشبح؟ ربما ربما كان بإمكاني أن أكون رابح لولا هذا الكلب الضخم الشرس. ماذا؟ كنت خائفا أليس كذلك؟ لم أمر بتجربة سيئة كهذه. لم أقصد التمادي هكذا، لكنك تصرفت تصرفا جيدا. جميعهم يهربون بسرعة. تقصد أنت تسكن هنا؟ أنا اسمي ريكاردو، سيد هذا القصر. أنا سيباستيان، هذا بال وبوتشي، إنهم أصدقائي. أصدقاءك؟ بوتشي قال إنك صديقنا أيضا. حقا سيباستيان؟ سأخبرك بسر هذا القصر طالما أصبحنا أصدقاء. السر؟ نعم، هذا هو. الغرفة السرية. لا تفزعني. إنها لا تخيف بعد أن عرفت سرها. خدعت الشبح الطائر أسهل بكثير. انظر. كما ترى القصر كبير، وكان يجب أن أفكر جيدا. يبدو أن العيش في القصر مثير. لقد نسيت. ماذا؟ أنت أيضا تعتني بالماعز؟ من الصعب العيش وحيدا، أليس كذلك؟ وحيدا. اتبعني.
سأريك شيئا مثيرا. في هذا المكان اختفيت البارحة؟ هذا صحيح، اختبأت فوق. الخاصة. إنها جميلة ولا ينقصها شيء. منظار، جربه. دائماً أتمنى مثل هذه الحياة الجميلة. باستدعائك البقاء، موافق؟ إنني مسرور برفقتك وبرفقة أصدقائك. لكن لابد أن يكون لك بيت. نعم، لدي بيت، إنه ليس بعيداً. إذن لمن هذا القصر؟ أعتد العيش هناك منذ زمن بعيد، عندما كنت طفلاً مع والدي. ريكاردو، السيد النبيل لا يطلب الكثير يا سباستيان. أنا آسف يا ريكاردو، سأبقى هنا لبرهة. هل هذا يعجبك؟ هل هذا يعجبك؟ خذ هذه. كلا. لقد نفذ الزيت يا سيباستيان. ماذا ستفعل؟ سنحصل على الزيت من القرية. نعم، سوف نبتعه. نستعيره، لا أريد أن يشاهدني أحد في القرية. تستعير؟ تقصد أنك ستتركه؟ ربما. كلا، لا يمكنك ذلك. كلا. لدي بعض المال، لا تخف، لن نسرق شيئا. انتظر هنا يا سيباستيان. للتسوق نريد لحما مقددا ومعلبات، هذا يكفي. نعم. ماذا تعتقد يا بات؟ لا أريد أن أسيء الظن به. بهذه القطع الذهبية نستطيع شراء الكثير.
هلا نبدأ؟ نبدأ من هناك، هيا بنا. حسنا، هل رأيت ولدا غريبا هنا عمره حوالي 10 سنوات؟ لا، لا يمر الكثير من الأشخاص في القرية. لا لست أدري، لم أرى أحدا. إذا وجدتما اتصلا بنا، سنعطيكما جائزة، جائزة قيمة. انتظر يا بل، سأعود قريبا. من أين أنت؟ أنا من قرية أخرى. إذن ماذا تريد أيها الصبي؟ هذا وهذا والزيت أيضا. أنت بحاجة للكثير من المال. هل هذا يكفي أيها السيد؟ قل. طبعا هذا يكفي، ولكن من أين حصلت عليه؟ من أعطاك هذه؟ تكلم. إنها اسمع، أنت لا تشبه الأمير، ولديك هذه القطعة الذهبية، وهذا يعني لم أرتكب أي عمل. أيها الصبي، أريد التحدث إليك. اتركني. الحقه. أنا آسف أيها الصبي، لقد اعتقدوك ولدا آخر. أخطأنا. لكنه كان يحمل هذه. هذه لريكاردو. أنت تعرف ريكاردو، أليس كذلك؟ ريكاردو أخذ هذه من المنزل، لا بد أنه يملك نقودا أكثر وكذلك مجوهرات. أنا لمونا وريكاردو هو أخي ولم أراه منذ مدة. ما حسنا، والدنا قلق كثيرا. أخبرني أين ريكاردو، أرجوك ساعدني أين أخي ريكاردو. أخبرنا الحقيقة وإلا إذن لما لا تطلب من ريكاردو أن يعود إلى المنزل، لقد طال غيابه كثيرا. سأفعل. عظيم، أنا سعيدة جدا، أرجوك أن تفعل. سأحاول. بل هيا بنا. سوف يهرب يا لامونا. اسكت، أتعتقد أنه باستطاعتك التغلب على الكلب؟ لنتبعه بهدوء. شاهدتك بواسطة المنظار، أنت ملاحق من رجال الغرباء؟ ما الأمر؟ الأفضل أن تعود إلى المنزل يا ريكاردو، لقد رأيته، هذا الشيء الذي تخفيه في الطابق السفلي. ماذا؟ رأيته؟ إنه قادمون. إنها ليست أختي. اتركوني، اتركوني. ريكاردو، أنجدني يا سيباستيان. ريكاردو، ريكاردو. ادركوني. اهدأ، اسكت يا رونزو.
امشي ابتعد عن السيارة. رونزو لقد تعطلت السيارة. بل أين أنت؟ لقد انتهيت. لنكمل رحلتنا. بريكاردو الذي اختطفه الثلاثة وأدخلوه في الشاحنة، وتساءل سيباستيان أين يمكن أن يأخذوه، وابتدأ بيل مطاردتهم بواسطة حاسة الشم. واجه سيباستيان وبيل تجربة مخيفة في القصر المسكون، فالشبح كان ريكاردو الذي عرف عن نفسه بأنه سيد القصر، وكانت عصابة من اللصوص تطارده لاستعادة القطع الذهبية والمجوهرات التي أخفاها في القصر وألقت القبض عليه، وبدأ سيباستيان وبيل